السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد الأمي الذي علم المتعلمين، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، الذي قاد سفينة الإسلام في خضم ومعترك الضلالات حتى رسى بها على صراط الله المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرحب بطلاب العلم أيما ترحيب، فقد أوصى العلماء كثيرا في متون مختلفة بالاحتفاء بطلبة العلم وأهل العلم، وما ذلك إلا لأنهم فرغوا من أوقاتهم لابتغاء أمر شريف عظيم، ما تركوا أبناءهم وأموالهم وأعمالهم وارتباطاتهم إلا ابتغاء تحصيل هذا العلم النافع ثم العمل الصالح. ولا شك أن هذه من أعظم المقامات التي حث الله جل وعلا عباده عليها، فرفع الله سبحانه وتعالى قدر أهل العلم، رفع الله جل وعلا قدر أهل العلم، وما ذلك إلا لشرف الأمر الذي يطلبونه. ونحن إذا اجتمع في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا، نحسبنا ما اجتمعنا إلا ابتغاء الله والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير. هذا شرف عظيم يا إخوان، أن يجتمع مجموعة من عباد الله جل وعلا يريدون أن يتعلموا حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، في حين يجتمع فئام من العباد على الدنيا من حلها أو حرمتها. اجتمع هذا النفر، نسأل الله أن يجعله مباركا، لكي يتعلموا هذا العلم النافع والعمل الصالح. ولا تخفاكم الأحاديث التي تكاثرت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يحث فيها الأمة على طلب هذا العلم الشريف، ويبين أن نجاة الأمة وخلاصها وفي تحصيل هذا العلم النافع. وهذه الدورة، هذه السنة الرابعة لها بحمد الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة للعباد والبلاد، وهي في كل عام ينتقل فيها طلبة العلم من مستوى إلى آخر، وبحمد الله جل وعلا يدخلون المستوى الرابع في هذا العام بحمد الله تبارك وتعالى. وليست القضية يا إخوان هو التدرج في هذه المستويات بقدر ما القضية ضبط العلم، هذا هو المهم. إذ لسنا في منافسة دنيوية نطلب من ورائها الشهادات حتى نتوظف ونتأكل بهذا العلم، معاذ الله، نسأل الله العافية والسلامة، وإنما أتينا هنا لنتعلم. فمن أوجس من نفسه أنه لم يتعلم فالواجب في حقه أن يبقى ليتعلم وأن لا يتسارع في العلم، فإن العبد لا يكون ربانيا حتى يربي نفسه بصغار العلم قبل كباره. ولهذا قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين. فالرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم فيضبط صغار العلم ويعمل به، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما بعده. فميزان استفادته من هذا العلم هو ماذا يا إخوان؟ العمل به. هذا هو الميزان الدقيق الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا يؤثر عن بعض الصحابة من الحفاظ كابن عمر وغيره أنه جلس السنين الطوال يحفظ سورة البقرة. أتظنون أنه يعجز عن حفظ سورة البقرة في يوم وليلة؟ كلا والله. ولكن ما الذي جعله يمكث هذه السنين الطوال ليحفظ سورة البقرة فحسب؟ ذلك لأنهم كانوا يتعلمون ليعملوا، فكانوا يتعلمون العلم والعمل معا، فلا يتجاوزون قدرا معينا من الآيات كما جاء في بعض الروايات 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هكذا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام.
ذلك الجيل ما كان عنده انفصام بين القول والعمل، بل كان الواحد منهم إذا تعلم فالأصل أنه يعمل بذلك العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تقدم الإشارة من قبل من قبل الشيخ عمر في الجلسة الأولى معكم، أن هذه الدورة عبارة عن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى نفرغ فيها من متنين، ثم المرحلة الثانية نفرغ فيها من متنين، ثم المرحلة الأخيرة نفرغ فيها من متن واحد، وتكون مقسمة على شهرين ثم شهرين ثم شهر ونصف تقريبا، ثم نفرغ منها بإذن الله جل وعلا. المتن الأول المقرر على المستوى الأول هو متن الأصول الثلاثة. والسبب الذي جعلنا نختار هذا المتن من بين المتون الكثيرة بحمد الله جل وعلا في علم المعتقد هو أن هذا المتن مختصر مفيد، فهو قليل العبارات كثير المعاني بحمد الله جل وعلا. الأمر الثاني أن هذا المتن متن مجرب، وكما تعلمون أن العمر قصير والعلم كثير، فتفنى الأعمار دون تحصيل العلم. فإذا كنت تعطي العلم كلك لتأخذ بعضه، فكيف إذا كنا نعطيه بعضنا فماذا سوف نأخذ؟ فالمتن المجرب له فوائد وله خصائص. أولا تكثر شروحات هذا المتن لأنه متن مجرب من قبل كثير من أهل العلم، فتجد فيه من حشد في المعلومات والبيان الشيء الكثير الكثير بحمد الله جل وعلا، بخلاف ما لو أتيت بمتن مستغرب. أولا تواجهك قلة الشروحات، ثم على قلتها تجد فيها قلة في التوسع أيضا في طرح المادة العلمية، وهذا كله يضر بطالب العلم. الأمر الثالث أن هذا المتن المجرب عرفت مآخذه ومكاسبه، فبسط القول فيها وبينت تلك المسائل بحمد الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أيضا أن هذا المتن المجرب له نتائج، والعالم الإسلامي أجمع يشهد بأن نتائجه كانت قوية وظاهرة وبينة بحمد الله تبارك وتعالى. فمن مضيعة الوقت إذن أن نبحث عن متن لا نعرف نتائجه، فهذا المتن إذن مجرب من قبل كثير من أهل العلم، شرحوه وبينوه والشروحات فيه كثيرة جدا بين مسموع ومكتوب. هذه المقدمة فيها بيان لأن البعض يريد متون معينة تشرح من خلال مفهومه هو أو نظرته، ونحن إذ نعمد إلى متن من المتون لا بد أن نأخذ في اعتبارنا هذه الأمور، لأنه كما تقدم العمر قصير والعلم كثير، ثم ما خفي من هذه المتون يبين ويبسط أثناء الشرح. من المقومات العظيمة لهذا المتن أيضا ما نحسبه من الإخلاص والمتابعة في كاتبه عليه رحمة الله، فقد نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، واستنارت بدعوته فئام من قلوب العباد بحمد الله عز وجل. ولهذا ما نراه من القبول لهذا المتن في أصقاع المعمورة يستعمله بعض أهل العلم كدليل على كتابة القبول لهذا المتن، وستعرفون أهمية هذا المتن من خلال شرحه بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أمور نحب أن ننبه عليها وأن نتذكرها. الأمر الأول أهمية الإخلاص يا إخوان، إياك أن تخرج من بيتك إلى هذا المسجد تريد عرضا من أعراض الحياة الدنيا، إياك أن يكون طلبك لشهرة أو لتكثر بحيث قال أن فلان يحضر دورة علمية. مسائل القلوب يا إخوان من مسائل الدقيقة الشفافة التي لها ارتباط وثيق بانتفاع العبد بالعلم، لأن هذا العلم نور يا إخوان، وهذا النور لا يقذف في قلب عاصٍ. ولا شك أن من أعظم المعاصي ما هو يا إخوان؟ الشرك بالله عز وجل، كما سوف يأتي معنا بيان ذلك بإذن الله تعالى. فأقبح الذنوب على الإطلاق الشرك بكل أنواعه، قبيح مذموم،
عقلا وشرعا وفطرة وعرفا حتى، كما سوف يأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل. فلا بد يا إخوان أن يكون انطلاقنا جميعا بإذن الله تعالى نريد الله والدار الآخرة، نريد بهذا العلم أن نبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره عز وجل بطلب هذا العلم الشريف العظيم. الأمر الثاني الذي يحب أن ننبه عليه يا إخوان، عدم الملل. لا بد أن يكون عند طالب العلم نفس طويل في طلب هذا العلم، ولنعلم جميعا يا إخوان أن هذا العلم اصطفاء من الله تبارك وتعالى، يصطفي من يشاء من عباده. فلا تعجب كون بلدة من البلدان يسكنها 3 أو 4 أو 5 إلى 10 ملايين نفس ولا يطلب العلم منهم إلا أفراد قلائل، لا تعجب، فإنما هو اصطفاء من الله عز وجل. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بالمهتدين، كذلك الله جل وعلا أعلم لمن يعطي هذا العلم. فأنت تفرح برحمة الله عز وجل أن جعلك من هذا النفر القليل الذي اصطفاه الله عز وجل لطلب هذا العلم الشريف العظيم. والمتأمل لتاريخ الأمة الإسلامية يجد على مر العصور والأزمان أن أقل الناس في الناس من هم يا إخوان؟ أهل العلم. يعني يكثر في الناس أهل الدنيا بالملايين، لكن تجد في القبيلة الكاملة عالما واحد، وربما لا تجد. وانظروا في المجتمع الموجود اليوم مثلا، خذ اسما من أسماء العوائل الموجودة مثلا، العائلة الفلانية مثلا، كل واحد فينا ينظر في عائلته مثلا، كم فيها من الأطباء والمهندسين والفنيين والمهنيين، سيجد جمعا غفيرا، أليس كذلك؟ لكن لو سأل نفسه كم فيه من طلبة العلم، ثم تدرج أعلى قال كم فيه من العلماء، ثم تدرج قال كم فيه من العلماء العاملين، ثم تدرج أكثر فقال كم فيه من علماء العاملين المتقين، لا تزال الغربة تستحكم لأن العدد يقل شيئا فشيئا. فما بالك إذا كان الجواب من قبل الكثير أن عائلتي ليس فيها ولا طالب علم، فضل أن يكون فيها عالم واحد. هنا نعرف كيف أن الله عز وجل اختار فلانا وفلانا لطلب هذا العلم الشريف العظيم. فالعلم شريف يا إخوان، لا تظن أنك عندما تقبل عليه أنك تنفع الله عز وجل بشيء، إنما تنفع نفسك وترفع نفسك وتزكي نفسك وتقرب نفسك إلى نجاة نفسك. الأمر الذي الآخر الذي نريد أن ننبه عليه مسألة الحفظ. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار يحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها، فما الذي يبقى معك إذن؟ الذي في الصدر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل القرآن ذكر حفظته، فماذا قال؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لم يقل في الكتب مع أهميتها، لكن الكتاب تعتريه أي آفة، أليس كذلك؟ ولهذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه قال يا أبتي أي شيء أطلب؟ قال الشيء الذي إذا غرقت بك السفينة نجا معك. قال وماذا؟ قال العلم. يعني يقول أن تركب السفينة معك أمتعة وبضائع ومعك كتب ومعك كل شيء، فإذا غرقت السفينة ونجوت أنت إيش اللي ينجو معك؟ ما في صدرك، هو الوحيد اللي يخرج معك، والباقي كله يذهب إلى الماء. فلا بد يا إخوان أن نحرص على مسألة الحفظ، نحرص على مسألة إيش يا إخوان؟ الحفظ. ولهذا سوف نسمع بإذن الله عز وجل في كل درس ما نشرحه من المتن بصورة متفرقة هكذا، يعني سوف نفتح الكشف في الأسماء المسجلين ونطالب بالتسميع، واللي ما يسمع يتحمل، لأن هذه المسائل مهمة يا أخوان. الذل في طلب العلم محمود، الذل في طلب العلم محمود. ولهذا أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نسأل أن يتغمده جنات النعيم، كان في يوم من الأيام في المسجد ونحن نجلس في الحلقة في المسجد الحرام، فقام الشيخ رحمه الله تعالى وسأل سؤالا، فطبيعة الشيخ رحمه الله تعالى كان يختار ما يميز، يا فلان قم أجب، طبعا الجمع كبير والعدد ما شاء الله في المسجد الحرام، فكان يشرح رحمه الله تعالى وهو يجتهد في البيان، معروف الشيخ رحمه الله تعالى يفصل ويحاول أن يوصل المعلومة في أسهل قالب إلى السامع.
فالشيخ مجتهد يشرح ومتعب نفسه رحمه الله تعالى، ثم أراد أن يسأل الحضور عن ما شرح وما تعب فيه، فسأل كم سؤال كده وبعدين أشار قال فلان أجل. فقام الرجل يبدو أنه كان سرحان ولا أصلا بالجسد في الحلقة والفكر خارج المسجد، فالشيخ غضب، يعني الرجل يسأل سؤال ليس بالعسير، يعني ما استطاع أن يجيب شيئا. فالشيخ نزل فيهم، ضيقت علينا في الحلقة وتأتي إلى المسجد ولا تنتبه وكذا وكذا وكذا، لكن انتفع هذا الطالب بهذا التوبيخ نفعا عظيما، وما ذلك إلا نحسبه إن شاء الله عز وجل لإخلاص الشيخ وصبر الطالب. الشيخ ما أراد أن يوبخ الطالب هذا تشهيا ولا تفكها ولا يريد أن يفرج عليه العامة، لا ليس هذا المراد أبدا. الشيخ الذي يعلم بمنزلة المربي، بمنزلة الأب، الأب هل يضرب ابنه انتقاما؟ ما في أب يضرب ابنه انتقاما، إنما يضربه إيش؟ تأديبا. ولهذا من الطرائف العلمية في هذا الباب أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان ذات يوم في حلقة التعليم يعلم طلابه، وكان من بين الطلاب رجل يقال له هشام ابن عمار. هشام ابن عمار هذا له قصة بديعة، طبعا هو شيخ البخاري، ولا يروى حديث المعازف المشهور الذي في البخاري إلا من طريقه، حيث قال قال هشام ابن عمار. هشام ابن عمار كان صغيرا فطلب من أبيه أن يطلب العلم، فلما رأى الأب من هذا الطالب أو من هذا الابن هذه الهمة العالية في طلب العلم، ماذا فعل هذا الأب؟ تخيلوا ماذا فعل، والله يعني أمر لو سقناه في غير مساق أنه كان في زمان الإمام مالك لقيل أن هذا الذي فعل هذا مجنون. فذهب الأب وباع منزله، الأب باع إيش؟ باع منزله وأخذ الدراهم وأعطاه لهشام بن عمار، قال إذا بطلب العلم على الإمام مالك، وكان لا يطلب العلم في ذلك الزمان إلا على الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة. أخذ الطالب الدراهم هذه قيمة المنزل، وشوف تخيل الأب بعد كده ماذا سيصنع، حيسكن في عريج ولا حيستأجر ولا المهم. فخرج هذا الشاب إلى المدينة وجاء إلى أبي عبد الله الإمام مالك رحمه الله تعالى وجلس في حلقة الدرس. كانت طريقة الإمام مالك في التعليم أن يقرأ الطالب ثم يوجهه الإمام مالك ويبين له ما يخفى عليه من الألفاظ والعبارات. فجاء هذا الطالب وجلس. هشام بن عمار جديد على طلب العلم، وهناك آداب لطالب العلم، وهناك سمت وهدي واحترام لأهل العلم، هذا كل ما يعرفه من؟ هشام بن عمار جديد لأول مرة يطلب العلم. فجلس في الحلقة فبدأ الإمام مالك، نعم فلان اقرأ، فقرأ فلان اقرأ فقرأ. فجاء دور من؟ هشام بن عمار، فقال له اقرأ. فقال لا يا أبا عبد الله أنت حدثني. فقال اقرأ. قال لا 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 أنت حدثني. قال ويحك اقرأ. الإمام مالك كان مهيبا رحمه الله تعالى، حتى قال القائل فيه يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. قال اقرأ. قال لا لا يا ابن أنت حدثني. فقال قم يا فلان اضربه 15 صوتا. فقام والرجل فجلد هشام بن عمار أمام الناس 15 صوتا. تخيل الموقف هذا، إن حسب من الواحد ومطلع من المسجد لا ذهب وقال الأقاويل وألف كتب ومجلدات وطبع أشرطة إلى غير ذلك في ذم الكبر وعدم التواضع وعدم كذا إلى غير ذلك. الشاهد فجلده 15 صوتا أمام الناظرين، فجلس هشام بن عمار يبكي، فازداد الإمام مالك تعجبا فقال عجبا لك طالب حديث وتبكي، يعني طالب الحديث ذمته عالية، متوقع كل شيء، متوقع الضرب والمبيت في الليالي والبرد وغير ذلك من الأمور. طالب العلم كان شريف، حتى قال سفيان الثوري كنا نقول إذا رأيت رجل يجري في الطرقات فهو أحد رجلين، إما مجنون أو طالب حديث، يعني ما الجاري في الشارع الذي زمانهم ذاك يا مجنون يا رجل طالب حديث، من حلقة إلى حلقة من حلقة إلى حلقة يجري في الطرقات يبحث عن هذا العلم الشريف العظيم، وكل هذا قليل في تحصيل هذا العلم العظيم. الإمام أحمد ارتحل إلى اليمن ليطلب حديثا واحد من عبد الرزاق، وجابر ارتحل، وأعظم من هؤلاء من؟ موسى. بواب البخاري قال باب الرحلة في طلب العلم، ورحل موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر،
رحل يطلب العلم. الشاهد فقال عجبا لك طالب حديث ويبكي. قال يا أبا عبد الله أنا لا أبكي من الضرب. طبعا في اللحظة هذه انشرح صدره الإمام مالك. أنا لا أبكي من الضرب. قال إذا من ماذا تبكي؟ قال أنا أبكي والدي الذي باع بيته وأعطاني هذه الدراهم لأطلب بها العلم فكان حظي من العلم الضرب. طبعا هذه الكلمات أثرت في الإمام مالك تأثيرا بالغا، فرق له الإمام مالك فقال له أبحني، يعني زي ما احنا نقول يا حللني سامحني. فقال أبدا. تحجب الإمام مالك قال أبحني. قال أبدا. قال فبما، يعني بماذا تبيحني؟ قال بأن تحدثني عن كل صوت حديثا. طبعا الحضور كلهم كانوا يتمنون أن يسمعوا ولو حديثا من الإمام مالك، يعني لما الإمام مالك يحدث حديث يكتب ويجري فرحان، خلاص حصل على كنز عظيم. فانظروا إلى هذه الهمة العالية. قال بأن تحدثني عن كل صوت حديثا. قال لك ذلك. فحدثه عن كل صوت حديثا. كم حدث من حديثه يا إخوان؟ 15 حديثا. فكان أحظى القوم في ذلك اليوم. فماذا قال هشام بن عمار بعد أن فرغ الإمام أبي عبد الله الإمام مالك أن أملاه 15 حديثا؟ قال يا أبا عبد الله اضربني وحدثني. انظر الهمة العالية. قال ارجع ثاني اضربني كما شئت بالعدد الذي تريد وحدثني مقابل كل صوت حديثا. فالمطلوب يا إخوان الصبر وضبط هذا العلم والحفظ. بهذه الهمم العالية إن شاء الله عز وجل نحصل على مرادنا، ومرادنا بإذن الله عز وجل من خلال هذه الدورات أن يخرج لمجتمع السودان أهل علم ينفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد، يرفعون هذا الجهل الذي نراه في كثير من بلاد المسلمين. وما أتيت الأمة الإسلامية إلا من خلال جهلها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا. ثم هذا أوان الشروع في مادة الأصول الثلاثة. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة الاستفتاح بها أمر مشروع في الجملة، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بالمواضع التي ثبتت فيها البسملة، كاستفتاح الكتب والرسائل. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح كتبه رسائله بالبسملة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الكتاب الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم. قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الحديث. فالمؤلف رحمه الله تعالى إذ يستفتح بالبسملة هنا له في ذلك سلف، فهذا هو هدي الأنبياء والمرسلين، وقد فعله أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة الكرام لما رتبوا المصحف العثماني الموجود بين أيدينا اليوم، جعلوا أول سورة هي سورة الفاتحة، واستفتحوها بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد تعقب بعض الفضلاء بعض الكتابات هنا وهناك المستفتحة بالبسملة دون الحمدلة، وأخذوا يعتذرون عن المؤلفين بأعذار. منهم من يقول لربما حمد الله في نفسه ثم كتب، ومنهم من قال لربما هذا سقط من بعض النساخ، يعني أن المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم كتب والناسخ أسقط ذلك. وقالوا أقوالا أخرى، وهذا الكلام فيه نظر، فإن الراجح التفريق بين البسملة والحمدلة، فإن الحمدلة
خاصة بالخطب والمواعظ، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر وكما في حديث عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعظ أو يتكلم يستفتح بماذا؟ بالحمدلة. وإذا أراد أن يراسل يستفتح بماذا؟ بالبسملة. وعليه فهذه الكتب هي بمنزلة رسائل الأمة، وبالتالي الأولى فيها أن يكتفى بماذا؟ بالبسملة ويقتصر على ذلك. فإذا لا مبرر للاعتذار عن بعض أهل العلم الذين يكتفون بالبسملة في أول كتبهم دون ذكر للحمدلة، فالبسملة كافية في باب الكتب والرسائل. والبسملة فيها مباحث كثيرة جدا عند أهل العلم، نذكرها جملة لأن التفصيل فيها سيأتي إن شاء الله عز وجل في المستوى الثاني عندما نشرح كتاب التوحيد بإذن الله عز وجل، لكن نذكرها جملة. من المسائل المتعلقة بالبسملة، هل يشرع ذكرها في أول كل أمر أم لا؟ هذه مسألة. هل كل أمر أريد أن أقوم به يشرع أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم فيه أم لا؟ هذه مسألة. والذي يترجع عندي والله أعلم أنه لا يستفتح بالبسملة إلا فيما ورد به النص، لأنها عبودية، والأصل في العبادات التوقيت كما سوف تأخذون في القواعد بإذن الله جل وعلا. مسألة الثانية، ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ بعض أهل العلم يفرق بين البسملة والتسمية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عمرو بن سلمة قاله يا غلام سم الله، أي قل بسم الله. فالمشروع في أول الطعام أن نقول ماذا؟ بسم الله. أما إذا أردنا أن نتلو القرآن العظيم ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه تسمى إيش؟ بسملة. وعند الطعام ماذا تسمى؟ تسمية. وبعض أهل العلم لا يرى فرقا بين الأمرين، وبعض أهل العلم لا يرى فرقا بين الأمرين، والأمر في ذلك واسع. من المباحث المتعلقة بالبسملة أيضا، هل هي آية من القرآن وبالذات وبالتحديد من سورة الفاتحة أم لا؟ بعد أن أجمع على أنها آية من سورة النمل، وفي هذا خلاف بين أهل العلم يأتي بسطه إن شاء الله في مكانه. ونذكر الراجح من ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أول كل سورة حتى سورة الفاتحة، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله ولم يقل بسم الله، فدل على أن بداية الفاتحة بآية إيش؟ الحمد لله. ولحديث أنس في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. وحديث عائشة أيضا في ذلك. المباحث أيضا في البسملة، هل يجوز كتابتها في الشعر أم لا؟ أيضا هذه مسألة خلافية يأتي بسطها، إلا أن الراجح في ذلك أنه يجوز كتابتها في الشعر المحمود دون المذموم، يجوز كتابتها في الشعر المحمود دون المذموم، لأنه ما يليق بسم الله جل وعلا أن يجعل مقدمة للخبث. يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. الباء في البسملة للاستعانة والتبرك، أي نتبرك بسم الله العظيم ونستعين به جل وعلا على جميع الأمور من صغيرها وكبيرها. ومن أجل العلوم الذي يستعان الله عز وجل فيها طلب العلم، ولو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، ولو لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا بد من طلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى. والتقدير إذن بسم الله أبدأ، وبسم الله أتعلم، وبسم الله أقرأ، متبركا به جل وعلا.
أيضا اختلف العلماء في المحذوف المقدر، فمنهم من قال هو فعل متأخر، وبعضهم جعله فعلا متقدما، وهذا أليق من باب أنه إذا كان الفعل متقدما فإنه سيسبق اسم الله جل وعلا، بخلاف ما إذا كان الفعل متأخرا فإن المبدوء به سيكون من؟ اسم الله تبارك وتعالى. فكوننا نقدر بسم الله أبدأ أليق أم أقول أبدأ بسم الله؟ ها؟ بسم الله أبدأ، لأنه هنا قدمت لفظ الجلالة، ليس كذلك؟ فصار هنا أليق، فالتقديم هنا أليق من إيش؟ من التأخير أم العكس؟ أيهم؟ أيهم أليق، التقديم أم التأخير؟ التأخير أليق، لأنه بهذا الاعتبار سأكون بدأت بماذا؟ بسم الله جل وعلا. فالأفضل أن نقول إيش؟ التقدير بسم الله أقرأ، بسم الله أتعلم، بسم الله أبدأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، إلى غير ذلك من العبادات التي أمرنا فيها بالاستفتاح بسم الله الرحمن الرحيم أو بالبسملة. طيب، الله عالم على ذات الله عز وجل، وهو أعرف المعارف، وقد رؤي أحد أصحاب المعاجم في المنام بعد أن مات، فقيل له ماذا صنع الله بك؟ قال قد غفر لي. قيل بماذا؟ قال لأني كتبت في معجمي الله أعرف المعارف. فالله عز وجل أو هذا الاسم الشريف العظيم عالم على ذات الله سبحانه وتعالى. والأسماء في الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالله عز وجل لا يجوز إطلاقه على المخلوقين بحال من الأحوال، كاسم الله لا يجوز أن يتسمى عبد ويسمي اسمه إيش؟ الله، كاسم الرحمن لا يجوز أن يتسمى أحد باسم الرحمن، تسمى كذاب اليمامة بذلك ألزمه الله عز وجل اسما فصار لا ينادى إلا بإيش؟ مسيلمة إيش؟ الكذاب، لأنه سمى نفسه رحمن اليمامة، سمى نفسه رحمن اليمامة لعنه الله. وكاسم البارئ وكاسم الفاطر إلى غير ذلك من الأسماء المختصة بالله رب العالمين تبارك وتعالى. أن القسم الثاني الأسماء التي هي خاصة بالمخلوق لا يجوز إطلاقها على الخالق عز وجل، كاسم محمد وصالح وزيد وعبيد إلى غير ذلك من الأسماء التي يتسمى بها العباد لا يجوز إطلاقها على خالق تبارك وتعالى. القسم الثالث الأسماء المشتركة، وهي التي يجوز إطلاقها على المخلوق وللخالق منها الكمال المحض، وللخالق منها الكمال المحض، كاسم الكريم. نعم تصف المخلوق تقول فلان كريم، أليس كذلك؟ وتصف الخالق بأنه إيش؟ الكريم. لكن كرم المخلوق كرم مطلق أم كرم محدود؟ كرم محدود، لأن ما عنده محدود، ولأنه هو ما عنده مملوك لغيره، لمن؟ لله رب العالمين. أما كرم أكرم الأكرمين فواسع، لأنه إيش؟ هو الغني سبحانه وتعالى، الغنى المطلق، ولهذا كان كرمه مطلقا جل وعلا، فهو الكريم سبحانه وتعالى. كاسم أيضا النافع، هذا إذا ثبت هذا الاسم، لأنه ليس هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة على هذا الاسم. الشاهد المخلوق تقول عنه أنه ينفع، أليس كذلك؟ والله جل وعلا أيضا ينفع، فيجوز أن تسمى عائلة بأنها عائلة النافع مثلا، كما موجود في بعض البلدان العربية، هذا لا حرج فيه، لأن من الأسماء إيش؟ المشتركة، كاسم الملك مثلا، المخلوق ينادى باسم الملك، والخالق أيضا ينادى باسم الملك، لكن لا سواء. وهذه مسألة مهمة لا بد أن تفهم وتضبط لكي يزول كثير من الإشكال الموجود في باب الأسماء عند بعض الناس. فالأسماء المشتركة للمخلوق منها النقص، فهذا الملك ينادى الملك الفلاني مثلا، ماذا يملك؟ ماذا يملك؟ يملك بقع صغيرة من هذه الأرض، أليس كذلك؟ ثم عندما يملك هل هو يملك الأبدان والقلوب ولا يملك الأراضي؟ حتى الأرضي ما يملكها، أليس كذلك؟ إذا تأملوا أن ملكه محدود ومقصور، وهو لا يستطيع أن يتصرف في غير حدود هذه
المملكة. ولهذا لما سافر موسى عليه الصلاة والسلام فارا من فرعون وقومه ووصل إلى أين؟ إلى مدين، والتقى بمن؟ بشعيب، وقص عليه القصص. ماذا قال له شعيب؟ نجوت من القوم الظالمين. ليش قال نجوت؟ لأن فرعون لا سلطان له على تلك الأرض. ففرعون الذي يتفجح يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غير ملكه، محدود في بقعة من هذه المعمورة. ولهذا شعيب قال له نجوت من القوم الظالمين، خلاص ليس له سلطان على هذه المنطقة. طيب الله رب العالمين تبارك وتعالى مالك الملك سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هو الذي يعطي الملك وهو الذي ينزعه سبحانه وتعالى. ولهذا ينادي تبارك وتعالى قائلا جل وعلا عندما يرث الأرض ومن عليها، لمن الملك اليوم؟ الملك كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى بالأسماء الإيش يا أخوان؟ بالأسماء المشتركة للمخلوق منها النقص والحصر والقيد، وللخالق منها الكمال المطلق. قوله بسم الله أيضا لفظ جلالة الله يشتمل على جميع أنواع التوحيد، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام. ستأخذون إن شاء الله عز وجل معنى هذه الدلالات، لأنها أيضا مهمة لطالب العلم أن يضبطها ويعرفها. هذه من المباحث أيضا المتعلقة بالبسملة، أن لفظ الجلالة الله يشتمل على جميع أنواع التوحيد في أحد الدلالات الثلاثة، إما بدلالة التضمن أو الالتزام أو المطابقة. قوله الرحمن الرحيم، الرحمن اسم وصفة في نفس الوقت، فحيث جاء مستقلا يكون إيش؟ اسما، وحيث جاء تابعا يكون صفة. مثال ذلك قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، صفة أم اسم؟ ها اسم. لماذا؟ لأنه جاء مستقلا، أليس كذلك؟ لكن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم جاء إيش؟ صفة لاسم الله جل وعلا، صفة لله سبحانه وتعالى. ففي المثال الأول جاء إيش؟ اسما. قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، اسم أم صفة؟ اسم كاستقلال. لا يتكلم وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، ها اسم أم صفة؟ اسم، لأنه جاء استقلال. وهكذا فحيث جاء تابعا فهو يكون صفة، وحيث جاء استقلالا يكون اسما. قال ابن عباس الرحمن الرحيم اسمان رفيقان ويروى رقيقان دخل أحدهما في الآخر. وقد شرح ابن القيم رحمه الله تعالى هذا شرحا موجزا، لأنه فيه توسع عند بعض أهل العلم وفيه بعض الخلاف، لكن نذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه أجمع وأنفع. يقول رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن عام والرحيم خاص. الرحمن عام يعني متعلق بالعموم بسائر المخلوقات من جنهم وإنسهم من دوابهم وكل ما يملكون، وذلك على قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. وهنا يقطع تخليط يا إخوان، ننتبه، هناك تخليطات في هذا الباب تقرأها في بعض الكتابات هنا أو هناك، يلبسون على الناس بالرحمة العامة. فالله جل وعلا نعم وسع كل شيء علما ورحمة سبحانه وتعالى. فالرحمة العامة بمعنى الهداية إلى أسباب المعاش، بمعنى الهداية إلى أسباب المعاش. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى النملة كيف تأكل وكيف تدخر من فصل إلى آخر، وهذا الحوت في بطن البحار ماذا يصنع وكيف يأكل، وهذا الجنين في رحم أمه كيف يتغذى. بالله عليك من الذي علمه وللحظات الحياة الأولى أن يسكت بكاءه بثدي أمه؟ من الذي علمه؟ ما عنده شيء يتعلم به، ما الآلات كلها إلى الآن لم تعمل،
ما زال حتى الرؤية لم تنفتح تماما، والسمع ضعيف، ومع هذا مجرد أن تضعه الأم وتقربه إلى صدره يلتقم الثدي مباشرة يرضى. ما الذي علمه؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذه الرحمة العامة بمعنى الهداية إلى أسباب المعاش. وهل في هذا ميزة لعبد دون آخر يا أخوان؟ أم الكل في ذلك سواء؟ الكل في ذلك يعطيهم الله جل وعلا. ولهذا ماذا قال سبحانه؟ وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيف لما سأل ربه عز وجل الأرزاق لنسله ولأمته قال وارزق أهله من الثمرات من آمن، اشترط شرط، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام من عقيدته يريد أن لا يشرب ولا يأكل كافر شربة ماء ولا طعمة من لقمة عيش. كيف تكفر بالله وتطعم وتشرب؟ الله يرزقك ويحييك ويوجدك من العدم ويسبق عليك وافر النعم ثم تكفر به وتشرك وتريد أن تطعم؟ لكن ماذا قال الله عز وجل أرحم الراحمين الذي رحمته وسعت كل شيء؟ ماذا قال؟ قال ومن كفر أي أعطيه كذلك، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهذا تسمى الهداية العامة. فالخط الموجود نريد أن نجمع الناس على ذلك، هذا غلط. ولهذا الرحمة الخاصة هي التي عليها المعول الرحيم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما قال وكان بالمؤمنين رحيما. فلفظ الرحيم أو اسم الرحيم متعلقه الهداية الإيش؟ الخاصة. ففي هداية عامة وفي هداية إيش؟ خاصة. سيأتي إن شاء الله عز وجل حديث عن الهداية وأنواعها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يقول اعلم، هذا الأمر فيه فائدة وهي البداءة بالأهم ثم المهم. فبماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه النبذة المختصرة؟ بالأمر بماذا؟ بالعلم. فقال اعلم، كما أن في إلقاء صورة الخطاب بالأمر فائدة أخرى وهي شحذ الهمم ولفت الانتباه. فأنت عندما تقول لرجل مثلا اسمع سيلتفت إليك، ليس كذلك؟ فهذه الصيغة في إلقاء المطلوب عن طريق السؤال أو عن طريق الأمر فيه فائدة تربوية بديعة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يلفت انتباه القارئ والسامع أن هناك أمرا مهما سيلقى عليه. اعلم، ثم ماذا قال؟ رحمك الله. فهنا الأدب والتلطف في الخطاب عند الدعوة إلى الله عز وجل. فقال اعلم رحمك الله، فهو هنا يدعو لطالب العلم، يدعو لمن؟ لطالب العلم بالرحمة. قال أنه يجب علينا، أنه إيش؟ يجب. الوجوب لغة إيش يا أخوان؟ الوجوب لغة السقوط. قال تعالى في سورة الحج فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت إلى الأرض بعد نحرها، أي الإبل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن الوجوب هنا في المعنى اللغوي يراد به إيش؟ السقوط. ومنه أخذ وصلاة المغرب إذا وجبت الشمس. ما معنى إيه وجبت الشمس؟ إذا سقط قرصها، إذا سقط قرصها واختفى دخل وقت المغرب. أما الوجوب المراد به هنا في هذه الترجمة وفي هذه النبذة فالمراد به المعنى الاصطلاحي، وهو الأمر اللازم الذي لا يسع العبد أن يدعه، بمعنى أنه يأثم إذا تركه. فإذا هنا استعمال مؤلف لفظة يجب هنا تأكيد على أهمية ما يريد أن يعلمه عندما قال اعلم. فهو يريد أن يعلمك أمرا ليس هو من باب نفل العلم، إنما يريد أن يعلمك أمرا عظيما يجب عليك أن تتعلمه. فهو إذن ببساطة يريد أن يقول لك أنا ما بذلت مداد قلمي ولا فرغت وقتي
إلا لأنفعك بأمر عظيم مهم، فيجب عليك أنت أيضا أن تهتم به، فيجب عليك أنت أيضا أن إيش؟ أن تهتم به. ثم قال رحمه الله تعالى: علينا. هنا لاحظ لفظة علينا فيها أدب رفيع وفيها فن في الدعوة إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس تجد قد يقول يتكلم في مسجد ويبدأ يقول: أنتم عندكم من الأخطاء كذا والمخالفات كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هو الآن يبلغ دين الله، ليس كذلك؟ لكن البعض قد يستهجن هذا الأسلوب. ليه إحنا؟ إما أنت ما معانا، ففي تبرئة للنفس، ليس كذلك؟ فالمؤلف أراد أن يبين أن هذا القدر مهم للجميع، ولهذا قال علينا. يعني أنا واحد منكم، أنا أيضا مخاطب بهذا الأمر. يعني لا يسع لا عالم ولا طالب علم ولا عامي ولا أحد أن يجهل هذا الأمر العظيم، يجب علينا جميعا كلنا. فهو لما أدخل نفسه هنا قد نقول تواضعا، لكن أنا في نظري والله أعلم أنه يريد أن يؤكد أن هذا الأمر لا يسع أحدا أن إيش؟ أن يجهله أو أن يتجاوزه أو أن يهمشه في حياته. فالكل مطالب بهذا القدر من العلم الذي يريد أن يتكلم عنه رحمه الله تعالى، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تعلم بالرفع هكذا فاعل، وفي قوله تعلم أربع مسائل هذه أيضا فيها فن في التأليف وأسلوب دعوي رفيع. فإن النفوس إذا عرفت ماذا يريد أن يتكلم فيه المتكلم وحصر لها الكلام في إطار معين استفادت أكثر مما إذا كان كلامه موسعا عاما ليس له زمام ولا خطام ولا قيود ولا ضوابط. المؤلف هنا يقول لك: سوف أعلمك كم مسألة؟ أربع مسائل. يعني لا تستثقلها، هي قليلة، أربع، لكنها مهمة في نفس الوقت، واجبة عليك أن تتعلمها، وهي أربع، ليست بكثيرة. فاصبر وصابر حتى تتعلمها لكي تعمل بمقتضاها. فهي أربعة مسائل فقط، ليست كثيرة، لم أقل مئة ولا ألف، إنما هي فقط كم؟ أربع مسائل. وفي أسلوب استعمال المسائل أسلوب أيضا مهم في الدعوة إلى الله عز وجل في التعليم أيضا. تقسيم العلم إلى فصول وأبواب ومسائل مهم جدا في طلب العلم، لأن النفس تتوق إلى الانتهاء من مرحلة ثم تبدأ في مرحلة أخرى. فأنت عندما تقول فصل ثم تفرغ ثم تقول فصل، الآن طالب العلم فرح أنه ضبط إيش؟ فصل، انتهى منه وبدأ في فصل جديد. عندما تقول كتاب الإيمان ثم تفرغ منه ثم بعد ذلك تقول كتاب كذا، الآن فرغنا من كتاب كامل بحمد الله عز وجل، فانشرحت النفس واستعدت للمزيد. فاستعمال أسلوب المسائل من الأساليب التي تجعل الإنسان يتوق إلى المزيد من العلم وطلبه وضبطه، ولذا سوف نستعمل هذا كثيرا إن شاء الله عز وجل في مادة عمدة الأحكام. كما أن إلقاء المسألة يبدد السآمة في بعض الأحيان، فتجد قد تكون هناك رتابة في بعض المواضع من المادة العلمية، ففجأة يلقي المعلم مسألة يقول: مسألة، ماذا لو وقع كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ تنشط النفوس مرة أخرى وتستعد لمزيد من التحصيل. يقول أربع مسائل: المسألة الأولى أو الأولى، يعني المسألة الأولى، الأولى العلم. بدأ بماذا يا أخوان؟ بالعلم. العلم عندما يطلق يراد به إدراك الشيء على ما هو عليه. كلمة العلم عندما تطلق يراد به إدراك الشيء على ما هو عليه، بغض النظر عن كونه محمودا أو مذموما. فكون إنسان ما أدرك شيئا ما على ما هو عليه فقد تلقى علما، هذا تعريف إيش؟ العلم في الجملة، إدراك الشيء على ما هو عليه. وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم ضار. علم نافع وعلم ضار. فهناك علوم نافعة وهناك علوم إيش؟ ضارة. علم التوحيد علم نافع وأنفع العلوم على الإطلاق. علم الأغاني والعياذ بالله هو علم يتعلمه فئام من العباد، أليس كذلك؟ وله كليات للأسف الشديد،
ولهم مواقع يتعلمون فيها وتنفق الأموال لأجله. علم السحر هو علم، ليس كذلك؟ علم الكهانة، علم العرافة، علم السينما، علم كذا، فهذه كلها علوم إيش؟ خبيثة ضارة، بل ربما تصب العبد كعلم السحر ونحوه إلى الكفر بالله جل وعلا. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا علم ضار، وهناك علم نافع. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يسأل الله جل وعلا فيه، كان يقول اللهم علمني ما ينفعني، اللهم علمني ما ينفعني. ولازم الحديث إيش؟ أن هناك علم لا ينفع، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منه، يقول أعوذ بك من علم لا ينفع. فهناك علوم لا تنفع، تضر الإنسان والعياذ بالله. وانفعني بما علمتني وارزقني علما ينفعني، يعني سأل الله عز وجل أن يعلمه علما نافعا وأن ينفعه بهذا العلم وأن يرزقه مزيدا من العلم النافع. طيب، إذن كل العلم في إطلاقه هو إيش؟ نحدد ولا ترفعون أصواتكم؟ العلم في الإطلاق هو إيش؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، جيد. والعلم في الإطلاق انقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، علم نافع وعلم ضار. نرجع إلى العلم النافع، لأن العلم الضار ما فيه تفصيل، كله ضار، فيلقى جملة وتفصيلا. العلم النافع ينقسم إلى قسمين، علم دنيوي وعلم أخروي، علم دنيوي وعلم أخروي. ماشينا في الترتيب يا إخوان؟ طيب، العلم الدنيوي يكون نافعا وقد يكون ضارا، لكن باعتبار أن الأصل فيه الإباحة، وأن الأصل فيه أنه يحتاجه العباد أيضا في بعض فروع حياتهم، وضع في باب العلم النافع، وضع في باب العلم النافع. لكن إذا تجرد عن أمر مهم صار علما ضارا، فأخرجناه إلى النوع الأول. فعلوم الحياة الدنيا الأصل أنها نافعة ومأمور بها في الجملة، لكن إذا قطعت الصلة فيها عن الله رب العالمين صارت علوما ضارة، صارت وبالا على أمة الإسلام للأسف الشديد. وهذا واقع بعض المسلمين اليوم، عندما عزلوا علومهم عن الكتاب والسنة. الغرب الكافر عاش عصورا من الظلام والجهل والضلال، اسماها أهل التاريخ بعصور إيش؟ الظلام. قبل الثورة الفرنسية في القرن 18 ربان 19 عاشوا ظلام، وظلال عظيم، وجهل مدقع بكل المقاييس. فلما حصلت الثورة الفرنسية وبدأوا يتعلمون، بغض النظر عن نوعية العلم الذي يتعلمونه، عرفوا أن هناك جما غفيرا وعلما نافعا كثيرا في أيدي من؟ في أيدي المسلمين. فانتقلوا مباشرة إلى بلاد المسلمين وأخذوا منهم تلك العلوم، وأول شيء فعلوه جردوها عن الله ورسوله، لأن الثورة الفرنسية ثورة إلحادية قامت على مبدأ لا إله والحياة مادة، لأن النصرانية علمتهم أن الدين، أي دينهم المحرف، ضد العلم بكل أنواعه، وضد الابتكار، وضد قضية الإنسان. فأنت آلة فقط تتحرك لتخدم الكبراء من القسيسين والرهبان وأصحاب الإقطاعيات في ذلك الزمان. فبمجرد ما يأتي أحد يريد أن يبتكر كأسا يحرمون عليه، يقولون حرام، ما يجوز ابتكار هذا الشيء، ولا يجوز أن تفعل كذا. فلما قامت الثورة الفرنسية على الكنيسة قامت على كل ما هو دين وألغته، لأن الدين ما كان يخدم قضية الإنسان، دينهم المحرف كان يشوه الإنسان ويؤذي الإنسان، لأنه ليس من عند رب الإنسان،
وإنما هو حثالة الأفكار وزبالات الأذهان والعياذ بالله. فالثورة الفرنسية نعم هي تسمى ثورة علمية، يزعمون ثورة علمية، لكنها ثورة علمية معزولة عن الله عز وجل. فجاءت علومهم جافة، ولهذا ألا تعجب أن تجد طبيبا في دولة أوروبية يشار إليه بالبنان أنه خبير في علم أمراض القلوب ولا يكتشف مرض قلبه؟ لماذا؟ لأن العلم الذي قدم له علم جاف، ما هناك فيه صلة في الروحانيات أبدا، ليس له علاقة بالله ورسوله ولا بالله والدار الآخر أبدا، علم جاف بحت. ولهذا يفتح القلب هذا هذه المضغة الصغيرة التي إذا أرادوا أن ينقلوا قلبا أو ينقلوا شيئا ما حضروا غرفة ضخمة جدا لكي تقوم بوظيفة هذا القلب، ريثما فقط ينقلون ما يريدون وتستغرق العملية ساعات طوال. كيف ما يهتدي هذا الإنسان وهو يرى هذه المضغة الصغيرة تحرك هذا البدن كله في انتظام، ولما حصل فيه خلل بسيط اختل الجسد كله، كيف لا يهتدي إلى الله جل وعلا؟ الأعراب البسيط لما سئل كيف عرفت الله قال عجبا وكيف أجهله، سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج، البعرة تدل على البعير والخطى يدل على المسير، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الأمور واضحة جدا. لكن لما كان العلم الذي بين أيديهم علما جافا معزولا عن الله عز وجل جاءت هذه الصورة المشوهة للعلم كما ترون الآن. وما أثمر هذا العلم إلا الدمار والتقتيل وهتك الأعراض وسلب الأموال، والعالم يئن اليوم من هذا العلم، أليس كذلك؟ بلى. سببه أنه جاء معزولا تماما. هذا الفلكي الذي ينظر في ملكوت السماوات بالمكبرات التي تكبر ملايين المرات وينظر يرى المجرات ويرى النجوم بإتقانها وإحكامها، السيارات منها والثوابت إلى غير ذلك، لماذا لا يهتدي؟ لأن العلم الذي يقدم له علم جاف. يروى عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أنه أتى إليه جمع من الزنادقة أعاذنا الله وإياكم من الزندقة والإلحاد، فجاءوا يجادلونه، فلما أتوا عنده أرادوا أن يكلموه فقال دعوني إني مشغول الآن. قالوا ما شأنك؟ نحن أتينا لنكلمك تقول مشغول؟ فقال إني أفكر في مسألة ألقيت علي آنفا. قيل وما ذاك؟ يعني يستعجب أبو حنيفة معروف بالذكاء الحاد والعلم بدين الله جل وعلا، أي مسألة هذه يا أبا حنيفة التي أوقفتك؟ فقال إنه أتاني رجل وسألني عن وأخبرني عن سفينة في عرض بحر من البحور في يوم شديد الريح والأمواج متلاطمة والسفينة لا ربان عليها ولا قائد وهي تسير تمخر ذلك البحر برتابة ودقة حتى رست على الساحل وحدها في مكانها المخصص له. فقال الزنادقة عجبا، هذا مجنون، وهل يمكن هذا؟ وهل يعقل أن سفينة بلا ربان في يوم شديد الريح والأمواج متلاطمة أن تسير هذا السير الحديث المتقن حتى ترسو في مكانها المخصص بلا ربان ولا قائد؟ فقال عجبا لكم، تعجبون لسفينة من صنع البشر تمخر البحار أنه لا قائد لها كيف ترسو، وتزعمون أن هذا الكون كله لا خالق له ولا مدبر؟ فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فانظوا إلى القلب عندما يخاطب بالله ورسوله كيف يهتدي، لكن القوم انعزلوا تماما عن الله ورسوله. الشاهد من هذا الكلام أننا لما احتجنا لعلومهم ولا حرج أن احتاج لعلم من شخص آخر، لكن للأسف لما احتجنا إلى علومهم أخذناها على علاتها وجلبناها إلى بلاد المسلمين.
فبدل أن نعيد النظر فيها ونخرج كل ما هو إلحاد منها ونغذيها بالآيات والأحاديث ونربطها بالله ورسوله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، العلوم كلها في القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من البيان في جميع العلوم ما يكتشفه العالم الإسلامي والعالم المتحضر اليوم، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وسيأتي طرف منها إن شاء الله في شرح العمدة. فأخذنا هذه العلوم جافة وعلمناها لأبناء المسلمين جافة، فجاءت النتيجة جفاف واضح نشاهده اليوم في مدارس المسلمين وجامعاتهم ومجتمعاتهم للأسف الشديد. فليس بعجيب أن تجد طبيبا مرموقا إسلاميا يشار إليه بالبنان وهو لا يحسن يقرأ كلام الله عز وجل، وليس بعجيب أن تجد دكتورا مرموقا تتداوله الصحف ووسائل الإعلام بالثناء العاطر وهو لا يحسن يفسر معنى قول الله عز وجل ومن شر غاسق إذا وقب في سورة يحفظها الصغير قبل الكبير. لماذا هذا الانعزال حصل وهذا الانفصام وقع لما أخذناها علوما جافة وأردنا أن نعلمها للمسلمين علوما جافة؟ الله المستعان، جاءت النتيجة ما ترون. كم فينا من الأطباء والمهندسين وفي سائر الفنون؟ ملايين في أمة الإسلام اليوم. كم عندنا من طبيب إسلامي؟ ملايين. مهندس؟ ملايين، إلى غير ذلك. لكن النتيجة غثاء كغثاء السيل. لكن لو كانت العلوم مربوطة بالله ورسوله لجاءت علوما إيش؟ نافعة. فالعلم الدنيوي إذا ربط بالله ورسوله وخوطبت به الأرواح قبل العقول والأبدان صارت علوما نافعة تثمر وتنتج الخير العظيم ويهتدي العباد. عجبا، تجد الإنسان يدخل كلية الطب ويضل، يدخل مهتدي ويضل، في حين أن هذه الكلية مثلا فيها من الأسرار في معرفة حقائق الإنسان وما يتعلق بأشياء الكثير الكثير، ومع هذا يضل، يتعمق في علم النبات ويضل. لماذا؟ لأنه ما ربط هذا النبات بخالقه، ولا ربط هذا المتعلم بخالقه وموجده من العدم، الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وتأمل لو كانت الآيات تسوس المسلمين في جامعاتهم كيف سوف يكون الأمر؟ يختلف تماما. تخيلوا أن المدرس دخل فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، لو فعل هذا الدكتور اليوم لضحك عليه الطلاب، أصلا هو يستنكف أن يقول مثل هذا. كيف أنا الدكتور الفلاني أدخل استفتح المحاضرة بالحمدلة والبسملة والشهادتين وغير ذلك؟ للأسف الشديد تفتح كتاب الإحياء في جامعة من الجامعات تقلب من أول إلى آخر ما تجد فيه ذكر لله عز وجل، فقط لفظ الله ما تجده. لماذا؟ لماذا هذا الغياب؟ لماذا هذا العزل للعلم الذي ينبغي أن يوظف ليعرف العباد ربهم جل وعلا ويعرفوا عظيم قدرته سبحانه وتعالى؟ ولهذا أمرنا الله عز وجل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ولكن ماذا قال؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يوقنون. فنحن مأمورون بالنظر وبالبحث وبالسير في الأرض والضرب في مشارقها ومغاربها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. فأمر بالسير في الأرض والضرب فيها مع تذكر الدار الآخرة وإليه النشور. لا تمشي غافلا، امشي متذكرا لله عز وجل، وأنت تتعلم تريد الله والدار الآخرة. لذلك اليوم أصبحت العلوم مطية للدنيا للأسف الشديد، فجاءت علوما ضارة للأسف الشديد. أبو حاتم كان يقول لأن أطلب الدنيا بدف ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعلم، ونحن الآن نطلب الدنيا بالعلم للأسف الشديد. فجاءت العلوم ضارة. متى تكون العلوم نافعة؟ متى يا إخوان؟ إذا ربطت بالله ورسوله تأتي العلوم نافعة. طيب نرجع إلى العلم الإيش؟ ها؟ العلم الإيش؟ الأخروي. العلم الأخروي ينقسم إلى قسمين، علم هو فرض عين، وعلم هو فرض كفاية. إذن العلم الأخروي ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين
تعريفه ايش يا اخوان؟ هو الذي لا يسع المرأة ان يجهله، ما بيسع الانسان ان يجهل هذا العلم. سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن مثال هذا العلم فقال كعلم الصلاة والزكاة والصيام، ونحن نقول ايضا كعلم الشهادتين، معنى التوحيد وما يتعلق به من المقامات الكبار العظام، والصلاة لمن كان من أهلها، والصيام والزكاة لمن كان له مالا، والحج من استطاع إليه سبيلا، إلى غير ذلك. فهذه من فروض إيش؟ الأعيان، ما يسع أحد يقول ما أعرف فيها. وللأسف الجهل في هذا اليوم كثير، تجد الرجل يحدث نفسه بالحج عشرات السنين ويجمع الحج منذ زمن، ثم يذهب ويحج ويأتي بالطوام من عظام. لماذا؟ لأنه ما يريد أن يتعلم، يريد أن يحج هكذا بس، يحج مع الناس، المهم يدفع المبلغ ويركب الطائرة ويمشي مكة ويرجع بس، المهم هذا حج. فهذا فرض عين عليه أن يتعلم الحج قبل أن يخطو خطوة في سيره إلى هذا الحج. أتعلم أولا الحج، ماذا سوف أصنع، ما هي المشاعر، ما هي المناسك، هذا قبل هذا أم هذا بعد هذا، وهكذا. لكن كثير من المسلمين اليوم يذهب ويعود من الحج وعندهم الأخطاء ما الله تعالى به عليم، ويبحث عن حج مبرور. ولهذا سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى وكان مع أبيه ذات يوم وقد نظروا إلى الحجيج وإذا بهم كثير، فقال سالم لأبيه عبد الله بن عمر يا أبتي ما أكثر الحجيج، فرح بكون الحجيج كثر. فقال يا بني ما أكثر الراكب وما أقل الحاج، الراكب كثير ولكن الحاج منهم إيش؟ قليل. الذي أراد الحج حقيقة وأتعب نفسه لأجله وتعلم أحكامه ومناسكه قليل. ولهذا من عجائب المسائل في الحج يتصل رجل من الإمارات، تخيلوا متى، في يوم النحر، ويسأل يقول أنا عندي سؤال في الحج. طيب أين أنت الآن؟ قال أنا في الإمارات. طيب أنت من حجاج هذا العام أم المشكلة حصلت العام الماضي؟ قال لا أنا من حجاج هذا العام. طيب كيف وصلت الإمارات في يوم النحر؟ قال هكذا وكلت الإخوان وذهبت. سبحان الله العظيم، أين باقي أعمال الحج وواجبات الحج؟ يريد حجا على الطلب وعلى الهوى، خلاص عنده صفقة يريد أن يؤديها، خلاص يكفي وكل وامشي. وبعض الناس وقف بمزدلفة، ما عنده حج أصلا، ضيع الحج وقف في مزدلفة. ليه يا فلان وقفت في مزدلفة؟ قال ظننت أن الناس إذا اتصلت صفوفهم إلى المزدلفة أجاءني ذلك. قلنا طيب وهل حصل، أنا ما عمري رأيت في يوم من الأيام أن الصفوف تتصل إلى مزدلفة، بينهما واد عريق. قال أنا تعبت وقعدت هناك. سبحان الله العظيم، هذا يدفع مالا وخرج يريد أن يحج وعاد ولم يحج. هذه مصيبة يا أخوان. هذا العلم فرض عين علينا جميعا أن نتعلم. الصلاة لا بد أن نتعلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في البخاري من حديث من؟ مالك بن الحويرث. طيب كم من المسلمين الآن يجزم، يعني لو وقفت في مسجد مثلا وقلت يا إخوان من يستطيع أن يقسم بالله العظيم أنه صلى على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كم واحد حيقسم يا إخوان؟ مشكلة. لكن أنا صليت لما الناس صلوا، أنا شفت الإمام صلى صليت، شفت أبوي صلى صليت، لكن هل هذا الفعل بعيني فعله النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ما عندي وقت أتعلم. لماذا؟ الصلاة فرض عين أليس كذلك؟ لماذا لا أتعلم الصلاة؟ لماذا لا أتعلم الصلاة؟ ماذا تأخذ مني الصلاة؟ أجلس في حلقة علم وتعلم الصلاة، ما استطعت أن أتعلم أشتري كتاب وأقرأ، ما أعرف أقرأ أتصل بأهل العلم وأسأل، المهم أبذل وسعي في تعلم هذه الصلاة. الزكاة، رجل أعرفه لو 5 سنوات ما زكى، طيب متى تزكي يا فلان؟ قال كنت أظن أنه ممكن واحد يفتش له أي سنة كده ويلمها جميع يطلعها. شوف يعني كيف التصور، ما مهاجر للأسف الشديد عنده مال ومال مشكلة، وليس هو ما نظنه بخيل،
لكن هذا فهمك، هذا فهمك، ما يريد أن يتعلم، إلى غير ذلك من مشاكل من مسائل الصيام التي ترد عندما يأتي شهر رمضان. والعجيب المسائل كل عام تتكرر نفسها. بعض الناس يقول ليش شوف الشيخ ما شاء الله بيجاوب كل الأسئلة، ومش مسألة بيجاوب كل الأسئلة، أصل الأسئلة واحدة، المشاكل كل مرة تتكرر والرجل ما عايز يتعلم، هو لا يريد أن يتعلم، وكل سنة يجي نفسه يسأل نفس السؤال للأسف الشديد. فأقول يا أخوان هذا العلم فرض عين، لا يسع أحدا أن يجهله بحال من الأحوال، كل بحسبه وبخطاب الشرع له. القسم الثاني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كعلم الفرائض مثلا، ما يلزم الناس كلهم أن يتعلموا علم الفرائض، يتعلموا البعض تقوم بهم الكفاية، يقسمون للمسلمين تركاتهم والحمد لله. علم القضاء، ما يمكن نقول الناس كلكم تعلموا القضاء. علم الفتوى وهكذا. فهناك علوم هي فروض إيش؟ كفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. مسألة، أيهما أعظم وأخطر، فروض الأعيان أم فروض الكفايات؟ فروض الكفايات أخطر من وجه، وفروض الأعيان أخطر من وجه آخر، فبينهما عموم وخصوص. فرض الكفاية يكون خطرا متى؟ عندما تترك الأمة ذلك الفرض، ماذا يحصل؟ يأثم الجميع. ففرض الكفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن البقية، وإن لم يقم به أحد أو وإن لم يقم به من يكفي أثم إيش؟ البقية. إذا من هذا الوجه أخطر أم لا؟ أخطر، بحيث الإثم يلحق إيش؟ الجمع كله. وفرض الأعيان أخطر من حيث أن الجهل به قد يورث العبد إيش؟ الكفر والعياذ بالله. فالإنسان قد يقع في بعض الكفريات وهو لا يدري، جاهل بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاهل ببعض متعلقات هذا الدين الكبار في أصول العظام ومعتقدات المسلمين، قد يقع في شيء من الكفر وهو لا يشعر، بغض النظر عن العذر الذي أوقعه في ذلك، هذه مسألة أخرى، لأن أهل العلم دائما يفرقون بين النوع والعين، كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل في شرح هذه المسألة في بابها. طيب، العلم النافع ينقسم إلى كم قسم؟ ها، قسمين، علم دنيوي وعلم أخرى. طيب العلم الدنيوي متى يكون نافعا؟ نعم. ومتى يكون ضارا؟ نعم. طيب العلم الأخرى ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ها، وفرض كفاية. طيب يا أخوان من يقوم الآن وحده بدون أن نعين ويسرد لنا العلم من أوله إلى حيث انتهينا بهذا التفصيل الذي ذكرناه؟ يلا يا أخوان، نريد واحد، تفضل. نعم نعم، جيد، وعلم أخرى، جيد جيد، عزل عن الله، نعم جيد. العلم الأخروي يا قسمين وفرض عين، جيد. نعم، لا يسع المرء أن يجهله، جيد. وفرض الكفاية سقط إثم عن الباقي، جيد. إذا يقول الأولى العلم، ثم عرفه قال وهو معرفة الله ورسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا المؤلف هنا حصر كلامه في نوع معين من إيش؟ من العلم. أراد أن يقول أن العلم الذي أريد أن أتحدث عنه وأن أبينه هو العلم بالله والعلم برسوله على وفق الأدلة من الكتاب والسنة. فقال وهو معرفة الله، سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل تفصيل ذلك عندما يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى استعمل هنا أسلوب اللف والنشر، وهو أسلوب بلاغي بديع. اللف والنشر، ما معنى اللف والنشر؟ من وسائل الكتابة والتأليف ومن وسائل التعليم أن يجمل العبد مراده ثم يعود ويفصل، فالإجمال يسمى لفا، أجمل الشيء ثم نشره أي فصله مرة أخرى، فهذا يسمى أسلوب اللف وإيش؟ والنشر. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا لف الموضوع ثم سينشره مرة أخرى مفصلا فيما سيأتي من الكلام بإذن الله جل وعلا. واللف والنشر
منه ما هو مرتب ومنه ما هو غير مرتب. فمثلا نضرب لذلك مثال من القرآن العظيم، يقول الله جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد، هذا لف أم لا؟ نعم، هذا إجمال. ثم جاء التفصيل بعد ذلك، ماذا قال؟ فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا فمأواهم النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. طيب، قال فمنهم شقي وإيش؟ وسعيد. لما جاء يفصل بدأ بمن؟ بالشقي، قال فأما الذين شقوا. واضح؟ إذن هنا لف ونشر مرتب، واضح؟ ذكر الشقي ثم السعيد، ثم عاد وفصل الشقي أولا ثم فصل بعد ذلك السعيد. طيب انظر مثلا في آية أخرى في سورة مثلا في آل عمران، يقول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا إجمال أليس كذلك؟ انظر إلى التفصيل، قال فأما الذين اسودت، مرتب من غير مرتب؟ غير مرتب، واضح؟ وكلاهما أسلوب بلاغي بديع ينزل كل واحد منهما في منزلته، فهو من أساليب البيان والبلاغة والفصاحة بحسب المقام والحال. فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوه، ما قال فأما الذين بيضت وجوههم. واضح الآن معنى قولهم لف مرتب ولف ونشر غير مرتب؟ طيب في سورة السجدة مثلا هناك أيضا لف ونشر، من يذكرنا به؟ ها، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ها، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا يسمى إيش؟ لف، إجمال، لا يستوون، المؤمن لا يكون كالفاسق أبدا. ثم ماذا قال؟ أما الذين فسقوا، ثم قال إيش؟ نعم، إذن هنا يسمى لف ونشر إيش؟ مرتب. هذه أمثلة على اللف والنشر. فالمؤلف رحمه الله استعمل هذا الأسلوب البلاغي البديع ليدعم به هذه النبذة المختصرة في المعتقد. طيب، قال معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام بإيش؟ بالأدلة. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن العبد قد يتعرف على الشيء بدون أدلته وبراهينه، فهو لا يأمن من ماذا يا إخوان؟ لا يأمن من الضلالة، لا يأمن من الضلالة والانحراف. ولهذا قيدها المؤلف بقوله بالأدلة، ونحن نقول الإيش؟ الصحيحة، واضح؟ بالأدلة الصحيحة، لأن قد تكون لك أدلة إيش؟ ضعيفة. فالمراد هنا الاستدلال بالحديث الصحيح وبالآية من الكتاب العزيز. إذن الذي يتعلم الدين بدون استدلال هل يأمن من الضلالة يا أخوان؟ لا يأمن. ولهذا تجد الإنسان قد عاش في الإسلام 40 أو 50 سنة ويفاجأ بعد هذا العمر الطويل أنه كان يتعبد الله ببدعة على مر هذه الأيام كلها. بسبب إيش؟ أنه فعل ذلك الفعل بدون بحث ولا سؤال ولا استدلال، إما بهوى أو بضغط الواقع أو رأى الأكثر من الناس يفعلون ففعل، أو انخدع بفعل شخص ما ففعل كفعله. لكن الذي يا إخواني يتعلم الشيء بأدلته، هل يخاف يوم من الأيام أن يأتي أحد يقول لو أنت مبتدع أنت ضال؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن معه البرهان من الكتاب والسنة. ما يأتي أحد يقول لو أنت أخطأت تكبيرة الإحرام ليس فيها رفع يدين. الذي ما عنده أدلة ماذا يقول؟ والله ما عارف، لكن أنا شفت الناس بيرفعوا يدينه، أنا شفت الإمام يرفع يديه. لكن الذي معه دليل ماذا يقول؟ لا لا، أنت مخطئ، الحديث في كذا وكذا وكذا، حديث ابن عمر في الصحيحين بيّن فيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، انتهى الإشكال خلاص. تأتي لرجل آخر تقول له مثلا رفع اليدين في تكبيرات العيدين لا أصل له، يقول لا له أصل، يقول هذا الدليل، يقول ما عندي دليل. طيب كيف عرفت أنه له أصل؟ فإذا مسألة الاستدلال
مهمة جدا في ضبط العلم الشرعي. هذا العلم مبناه على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الأخيار الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. فحتى نسير على بصيرة لا بد أن يكون سيرنا وفقا للأدلة الشرعية المعتبرة، عندها يسير الإنسان إلى ربه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن أوائل البصيرة في السير في الصراط المستقيم أن تكون مسلحا بالأدلة الشرعية. ولهذا جعل الله عز وجل لأهل العلم سلطانا. من أين أتاهم هذا السلطان يا إخوان؟ ما عندهم جيوش ولا عندهم أموال ولا عندهم ولا ولدوا لعشرة أشهر أو 12 شهرا، هم كسائر الناس. لكن ما هو السلطان الذي أتاهم الله إياه؟ الأدلة الشرعية، هذا الذي ميزهم عن الناس. إذا أراد أن يشرب يشرب ثلاثا، عنده دليل في ذلك، ما يفعل جزافا. إذا أراد أن يلبس نعلة ولبس باليمين قبل الشمال، عنده دليل في ذلك، يتعبد الله في لبس النعل. إذا أراد أن يرقد عنده دليل، يتعبد الله في الرقاد بهيئة معينة. إذا أراد أن كذا عنده، وهكذا. فهو يسير إلى الله على بصيرة وبينة. فهذا يأمن من الضلال أم لا بإذن الله عز وجل؟ يأمن إن وفقه الله عز وجل من الضلال بإذنه سبحانه وتعالى. سيأتي إن شاء الله بسط ما يتعلق بهذا الترجمة في الدرس القادم يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى.